طبعا مثل ما انتم شايفين شغالين الحمد لله، باني اللوكيشنات داخل الاستديو، مسوين فكره جديده ان شاء الله ولطيفه، وان شاء الله تعجب الجمهور باذن الله. وبما انه اغنيه هي بس عمل وطني سعودي، فتم تنفيذ الكليب بطريقه بسيطه بس في نفس الوقت كان مليان بالابداع. واعتمدت هدى في الكليب أكتر من ستايل، كان أبرزها الفستان الأخضر، أكيد اللون الأخضر لون العلم. وإحنا لاحظنا أن الكل كان مرتاح خلال التصوير وسعيد بالنتيجة، خاصة هدى، بالرغم من أن دي أول مرة بتقف فيها قدام الكاميرا علشان تصور فيديو كليب. الكل طبعا مريح وروحهم حلوة وشجعوني الصراحة، حب الكاميرا أكتر. أنا ماني صديقة للكاميرا بس الصراحة لا، عرفت شلون أتعامل معها أكثر وأحبها أكثر بسبب التيم اللي قاعد أشتغل معهم اليوم. والعمل كان مباشرة من بعد التعاون اللي تم بينها وبين شركة روتانا واللي أعلنوا عنه في أواخر شهر أغسطس كدعم لمبادرة الهيئة العامة للترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ لاحتضان المواهب السعودية الشابة. طبعاً ألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه لنا وعلى هذا المجهود الجبار اللي بذله الصراحة، يشكر عليه. وشرف كبير لي أكيد انضمامي لروتانا. إحنا أكيد مع مبادرة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وإحنا دائماً داعمين للفنانين السعوديين ودعمناهم في مجموعة حفلات وكانوا يخرجون معنا إن شاء الله. وعلى سيرة الحفلات، فهدى الفهد بتتحضر حالياً إحياء حفلة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 إلى جانب عبادي الجوهر اللي هتكون في الرياض بتاريخ 23 سبتمبر. أكيد هذا شرف كبير وعظيم لي أن أكون مع فنان كبير مثل عبادي الجوهر كأول وقوف لي على المسرح، أني أكون معه في حفل في نفس اليوم اليوم الوطني إن شاء الله. أول أغنية راح تكون هي أغنية هي بس لليوم الوطني، وأغنية هي بس والحفل كانت الخطوة الأولى لنتيجة تعاونها مع شركة روتانا. بعد سوف نتوجه إن شاء الله بإذن الله إلى إنتاج الألبوم الأول إلى الفنانة هدى الفهد، اللي أتمنى لها كل التوفيق وأتمنى لها تكون من الفنانات الكبار كما أطلق أستاذ سالم الهندي أنها تكون إن شاء الله بإذن الله من كبار نجوم الأغنية السعودية والعربية بإذن الله تعالى.